السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كما كتشوفوا بناتي اليوم مشيت للبيم وبغيت نشارك معكم الحويجات اللي كاينين منهم. اخوتي هاد القلايه، هاد القلايه الهوائيه راه زوينه، كل عام كيجيبوها. انا راه عندي بصراحه كنستعملها بزاف ديال الحويجات، راه كتنفع في الدار، كفته، فريت، خضره، كديري فيها حتى المطلوع، حتى الحلوى، حتى كوكيز، المهم كتستعمل اي حاجه. وجاب اخوتي هذا البلاطو ديال العود، هذا اخوتي بلاطو بحال الشكل ديال شي طويبله. بلاطو عنده الرجيلات، بغيتي تخدميه بالرجيلات، بغيتي تخدميه بلا رجلين. هذا اخوتي داير 100 درهم. هذا البلاطو الشكل ديالو زوين، خداو منه الناس بزاف بصراحه، اللي جا كيجي على ودو. وجابوا خوتي هاد قريعات، جابوا فيهم الالوان، هادو هما اللوينات اللي فيهم، فيهم الصفر، فيهم الخضر، فيهم الغوز، فيهم الاورانج. وجابوا خوتي هاد الترموسات، هما بصراحه تخاضوا تهزوا منهم، حتى هاد الترموسات فيهم اللوينات، هادو هما اللوينات اللي فيهم. دايرين اخوتي 60 درهم هاد الترموسات، دايرين 60 درهم. وجابوا هاد القريعات، هادو بصراحه كل عام كيجيبوهم، ديروا فيهم هكا العصير او الزيت، زويته بلديه، ولكن دابا الصيف نديروا فيهم العصير، نخدموهم العصير. وجابوا اخوتي هاد المول اللي كيدخل الفران، فيه الحجم الكبير والحجم الصغير، كل واحد كياخذ اللي بغا. كاين اللي كيبغي حجم كبير، كاين اللي ديروا فيه هكا الكغاطا، ديروا فيه الكيكات، ديروا فيه اي حاجه، يصلح لاي حاجه. وجابوا خوتي هاد المجموعه ديال المغيرفات ديال العود، هي مغلينها شويه، دير لها 50 درهم، وانا عندي واخداها غير ب 260. وجابوا خوتي هاد الكويسات ديال القهوه اولا ديال اتاي، هاد لي طاس هما ما عندهمش اليدين، بحال الشكل ديال الكاس. وجابوا خوتي هاد الطنجره ديال اينوكس، راه فيها الكبيره خوتي وفيها الصغيره، كاينه الكبيره كاينه الصغيره، ولكن راه اينوكس ديالها زوين ثقيلها. انا غنصورها لكم عاوتاني، راه حلتها واحد السيده وغادي نصورها لكم. وجابوا خوتي هادي الشكيل ديالها زوين، ديروا فيها هكا شي حليوات، مايرات، المهم تصلح لاي حاجه. جابوا خوتي هاد راه سيربيس كيمشي، فيه لي طاس، فيه الزلافه، فيه الطبسيل الكبير والطبسيل المتوسط والطبسيل الصغير، هما جابوا فيهم جوج ديال الشكال، كل واحد كياخذ الشكيل اللي كيبغي. جابوا خوتي هاد القريعه الزيت، انا راه عندي واخداها من بيم، كتعمري هكا بالزيت، كترشي الا بغيتي هكا ترشي على شي لحم اولا دجاج اولا مطلوع اولا ملوي بلا ما كسكر في يدك، دايره 260. اما في الحوانت على برا راه دايره 30 درهم، انا مساومها ب 30 درهم واخداها من بيم 260. اخوتي هادو هما الطبيصلات، هادو هما الطبيصلات اللي قلت لكم السربيس، هما فيهم جوج كيلات، هذا اللي سامبل في عيدك الخطيط، وكاين المزوقين، المهم كاين ما يتشرى الصراحه هاد السيمانه، كاين ما يتشرى، ولكن جات مع العواش الله يحسن العوان. وجابوا خوتي هادي دايره 50 درهم، راها زوينه الشكيل ديالها زوين، ثلاثه ديال الزليفات وعندهم غليقه وحده هكا، تستفي فيهم هكا شويه ديال اللوز، الكركاع، التميرات، وتغطيها، الشكيل ديالها زوين، خداو منها الناس بزاف. هادي خوتي راه دايره 50 درهم، هادو تخادو تهزو بصراحة. وجابو خوتي هاد المجموعة بالبلاطو ديالها، فيها خمسة ديال الزليفات، كل زليفة في لون، ومعاهم هاد العويدات باش تهزو. المهم انا كفكرة عندي، وحيدة ديرو فيها زيتون، زويتة، هادا سميتو كونفيتير، زبيدة، هكا تعمرو وتحطو هكا في الفطور ولا في كاسكروط،
ومعهم دير هاد العويدات، هما ما عندهمش الغليقه ديالهم، راه مغطينهم عاب بسولوفان. هادو هما الكويسات اخوتي اللي قلت لكم فيهم اللوينات، المهم انا كنبقشش على الجديد. وجابوا اخوتي هاد القويملات كانوا في الكتالوج كيبانوا كبار، وانا بانوا لي بصراحه دابا صغيورين. فيها جوج اللوينات، فيها الخزي وفيها هذاك الشيبي. انا هادو هما الطبيصات اخوتي، يعني المهم الفكره اللي عندي انا بحال هذيك القويمله، الا كنت تخلي لشي واحد شي غديوه ديالو تخلي لها تخلي له فيها تبقى سخونه. هادو هما الطبيصات، كاين السامبل وكاين هذا، فيهم ديكور زوين بصراحه. اللي جا كياخذ داك الشيء ملاصق. انا هذه الزليفه ديالهم، شوفوا الزليفه كيفاش دايره. وبالنسبه اخوتي للثمن، الزليفه بثمن، الطبسيل بثمن، الكويس بثمن، حتى لا بغيتي غير الكاس كتاخدي الا ما عندكش وما بغيتيش تاخدي. وجاب اخوتي هاد البلاكار ديال الصبيبطات، هذا اخوتي داير 200 درهم. الشكيل ديالو زوين، دير هكا الصبيبطه تحطيه في شي قنيته وفوق منه بحال الكريسيس، جلسي تلبسي السبرديل، تلبسي صباطك اولا سبرديلتك، لان راه الاغلبيه عندهم مشكل فهادي كيقلبوا فين يلبسوا. هادي بصراحه طريقه زوينه وما كيشدش البلاصه بزاف. وجاب اخوتي هاد الترموسات، راهم زوينين، هنا كدير فيها قهوه ولا اتاي. وهنا اخوتي الماكينه الصابون هي اللي عليها كل شيء في هاد السيمانه، جابوا منهم والناس كياخذوهم واللي مجربهم راه خداهم. هذه هي الغساله، وجابوا اخوتي هذه ديري فيها هكا شيتات السنان تبقى محافظه. ها هي اخوتي حلتها واحد السيده خداتها حلتها تشوفها، انا صورتها وسولتني قالت لي واش زوينه واش ناخذها، قلت لها غير خوديها. وحلت حتى هذه الكاميله اخوتي، راها ثقيله ثقيله زوينه. وهذه اخوتي هي القلايه اللي قلت لكم عليها، هي بغات السيده مسكينه الكحل ما لقاتش، بقى الكحل الكحل تهز بقى غير الابيض. والله العظيم اخوتي خذوها ما تندموش عليها، اي حاجه كتصدق فيها، حتى البطبوط طيبوا فيها، حتى كوكيز طيبتو فيها. انا اما الفريت خلاص والكفته والحوت داك الشيء راه دغيا. وجابوا اخوتي هاد الطابيات، هادو ديال الحمام، هما اللوينات شويه فيهم باردين دغيا يتكرفصوا، ولكن راهم شي حاجه زوينه واخده من عندهم انا ديال الكوزينه. وهادي اخوتي العصاره ديال القهوه كتبقات غير هادي، خداتها واحد السيده صورتها في لاكيس، انا ما جابوش منهم بزاف، خداتها واحد السيده بصحتها وراحتها. اللي كتعجب اخوتي القهوه يدير قهوه في دارو. وهادو هما السيرفيس اللي قلت لكم، هي هاد السيده خدات الطبيصلات.